في الوقت الذي يحتدم فيه سباق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتتجه أعين البشرية نحو فعالية وطريقة توزيع كل منها، تتفشى سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً في عدة دول أوروبية. منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بإعلانها أن السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار، ظهرت في الدنمارك وأستراليا وهولندا، التي بدورها فرضت مع دول أوروبية أخرى حظر السفر مع بريطانيا بعد وقت قصير من إعلان كبير مستشار بريطانيا العلميين باتريك بالانس ظهور الطفرة الجديدة من الفيروس في لندن. سلالة خرجت عن السيطرة وأمامنا طريق طويل لفهمها، تقول وزارة الصحة البريطانية. تحذيرات طبية دفعت رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعلان فرض مستوى جديد من القيود في عدة مناطق في بريطانيا لمواجهة تفشي السلالة الجديدة. سنزيد من القيود لا سيما في بعض مناطق لندن بالإضافة إلى مناطق شرقية إنجلترا والتي ظهرت بها السلالة الجديدة من الفيروس. التغير الجديد في الفيروس يجعله أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%، إلا أن الدراسات لا تزال قائمة بهذا الشأن. ومع تفاقم حالة الهلع، تؤكد السلطات الصحية البريطانية أنه لا يوجد دليل حاليا على أن هذه الطفرة الجديدة تتسبب بخطورة أكبر، مشيرة إلى حدوث آلاف الطفرات بالفعل على الفيروس منذ ظهوره الأول في عام 2019، بيد أن الغالبية العظمى منها لم تتسبب بتأثير واضح على مسار الفيروس. ويبقى انتباه العلماء مسلطا على القلق الأكبر المتمثل بحدوث تغيرات قد تؤدي إلى رفع نسب العدوى أو فشل اللقاح، قلق طبي يتزامن مع تسجيل أرقام إصابة قياسية حول العالم. فبحسب موقع وورد ميتر، فأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى نحو 77 مليون إصابة، نجم عنها حتى الآن وفاة نحو 1,700,000 شخص. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أحدى أبرز الدول السباقة بإنتاج أكثر من لقاح مضاد لكورونا وتنوي توزيع قرابة 20 مليون جرعة مع مطلع العام المقبل، لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة بتسجيلها أكثر من 18 مليون إصابة، نجم عنها حتى الآن وفاة نحو 300,000 شخص. المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك بالانس أشار أنه قد تكون السلالة الجديدة من كورونا ظهرت في منتصف سبتمبر في لندن أو كنت جنوب شرق البلاد. كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي أكد أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع، ومع ذلك لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات. وفق كريس ويتي، البروفيسور بيتر أبونشو المتخصص في جهاز المناعة في إمبيريال كوليدج لندن يرى أن السلالة تبدو أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%. السلالة الجديدة لكورونا تحمل طفرة تسمى N501Y في بروتين شويكة فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.
يوم.